رحمه الله: من نذر أن يحج ومات ولم يحج فهل يلزم ورثته شيء؟ فهل يلزم ورثته شيء علما أنه لا يوجد له مال يصرف منه على نفقة الحج؟ هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة، أن تقول أنه ماله تركة ليس عليه شيء. نعم، لكن إذا حجوا عنه من باب البر به والإحسان إليه شيء طيب. نعم.